بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الجزء اللي علي عاوز أقوله النهاردة، عاوز أكلمكم إن الكنيسة بخير، لأنه فوجئت إنه ناس كتيرة زي اللي إيه قلقانة على الكنيسة، لأنه الفيسبوك بالذات يعني عامل لنا أزمة. الناس بتسمع أخبار أغلبها مش سليم، وتتصور إن في صراعات في الكنيسة وفي أزمات، وفي ناس فاكرة إن العقيدة هتتهز مثلا، وفي ناس يعني وصلت إنها خايفة على الكنيسة زيادة. حلو إن احنا نصلي ونقول أذكر يا رب سلام كنيستك، والصلوة دي لوحدها تدينا إحساس بالأمان. بس أنا عاوز أكلمكم في 7 نقط تخليكوا دايما مطمنين على الكنيسة. الكنيسة في أمان، الكنيسة بخير، وما فيش حد يقدر يهزها أبدا، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، ولا الاضطهادات من الخارج، ولا البدع من أي حد، ولا القلاقل اللي بيطلعوها بعض الناس. الكنيسة ياما عدت على الكلام ده وعدت على خير. أولا، لما تسمعوا عن بدع أو ناس بتتفلسف زيادة أو بتضيف للإيمان أو تطرح منه بشكل أو بآخر، افتكروا القاعدة اللي قالها القديس بولس. قال حكمة جميلة، قال: لابد أن يكون بينكم بدع ليكون المزكون ظاهرين أيضا. يعني إيه؟ هو لما جه أريوس، الحقيقة طلع لنا أثناسيوس، وطلع لنا بعديه قديسين كتار قوي، وأدركنا وفهمنا وتعمقنا في الإيمان بلاهوت المسيح. لو ما كانتش البدعة دي يمكن ما كناش استوعبنا الحقيقة دي كفاية. وهكذا لما طلع نسطور وشكك في طبيعة الوحدة للمسيح، أو المسيح شخص واحد من طبيعتين، طلع لنا كيرولوس الكبير وطلع عظماء كتير. إذن لما يطلعوا ناس تلخبط الناس، تأكدوا إن دي فرصة ظهور قديسين أو شخصيات مزكون يظهرون، لأن ربنا بيبعت لكنيسته في الوقت ده ناس مناسبة تراجع عن ناس التفكير السليم والعقيدة السليم. فما ننزعجش حتى لو كان في ادعاء إن في بدع جديدة بتطلع. النص التاني ده بيريح قوي، لأنه ربنا بيقول: على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون. الحراس دول تقول عليهم ملائكة صح، تقول عليهم قديسين صح، تقول عليهم آباء الكنيسة اللي عايشين برضو صح. لا يسكتون كل النهار وكل الليل. كنيسة فيها حراس كتير قوي مش هيسكتوا أبدا على كلمة بطالة تطلع أو تعليم غريب. فيقول: يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. بمعنى في ناس بتصرخ لربنا أذكر سلام كنيستك، وفي ناس كمان جنب الصراخ بتدافع عن سلامة الإيمان بشدة. فإحنا عندنا حراس دول لا يهدؤون حتى يجعلوا أورشليم تسبيحة في الأرض. ما ننساش كمان الوعد اللي قاله المسيح لبطرس، قال له: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وإيه؟ أبواب الجحيم لن تقوى عليهم. ليه أنا بقول لكم الكنيسة في أمان؟ أول حاجة تطمننا دايما شعبنا القبطي شعب أمين جدا وما فيش زيه. نفكر لما اترسمت قال لي كاهن أنا ما أعرفوش، بيقول لي مبروك في الدير يعني، قال لي: إحنا عندنا شعب قبطي لو لفيت العالم كله ما تلاقيش زيه. وأذكر أن أنا يوم ما جيت من 40 يوم قلت الكلمة 10 دقايق عن حلاوة شعب الكنيسة، لأنه إحنا فعلا محفوظين أولا بشعب مخلص لربنا جدا. شعبنا محب للصلاة، مفيش في العالم شعب بيحب الصلاة في رأيي زي الشعب القبطي. تدخل قداسات تلاقي كله مليان، تعمل قداس زيادة يتملي، تعمل قداس تالت يتملي، نعمل في نص الأسبوع ييجوا، نعمل قداس مش عارف الساعة كذا نلاقي الناس جاية، نقول طب سهرة للصبح الكنيسة تتملي. الشعب ما يصدق يصلي. طبعا دي علامة إن لا يمكن الإيمان بتاعنا يتهز مع شعب زي كده. شعب بطبيعته يميل للتقوى. شعبنا القبطي يميل للتقوى، يعني خوف ربنا مزروع جواه. حتى لو مش حافظين آيات كتير،
حتى لو بعضهم غير متعلم أو غير مثقف، إنما التقوى في قلبه. شعبنا كمان من كتر ما طلع شهداء، موضوع الاستشهاد مش بعيد عننا، قريب لقلبنا. فإحنا شعب يميل إنه يقدم حياته كلها لربنا، مثل هذا الشعب لا يمكن الإيمان يتلخبط فيه. كلكم فاكرين الأيام اللي كان إيه فيها طوارئ مستمرة وكان في تهديدات على الكنائس. يوم ما عرفنا إن الكنيسة عليها تهديد شديد، الحياة كان أكتر يوم الشعب جه فيه. كل الناس عارفة إنه احتمال نفرقع يعني، إنما كله جاي. طب أنتوا جايين، ده في احتمال كذا يعني يحصل حاجة، كله جاي ومستعد. طب ما دي مش حاجة طبيعية، لدرجة برة الناس تعجبت ازاي يكون عندكم انذارات وفي وقت ما كانش فيه يعني تأمينات بأي درجة، الناس دي كلها جاية تموت ولا ايه؟ هذا الشعب لا يمكن انه ايمانه يتهز او عقيدته تختلف. تاني نقطة طمنا ان الكنيسة بخير، عندنا طقس قبطي دسم جدا. احنا كنيسة مؤمنة عقيديا بحكم الطقس الدقيق. يعني ايه؟ لو جالنا اي بدعة تخبط في الثالوث الاقدس، احنا طقسنا شغال على الثالوث الاقدس في اصغر الامور واكبر. طول الوقت نرشم 3 مرات، كل شوية في الالحان مبارك الاب والابن والروح القدس. اذا الطقس، الصلاة، الليتورجية، الحركات اللي بنتبرمج عليها كلنا، الالحان اللي بتقولوها كشعب بسيط، هي الصيانة والحصانة الاولى للعقيدة. العقيدة هتتهز ازاي مع لحن زي بشفاعة والدة الاله ولا امين امين؟ مش هتتهز، ما تخافوش. حتى لو طلعوا فلاسفة كتير وحكماء هذا الدهر وناس عاوزة قال يعني تغير، القداس اللي انتوا حافظينه والاجبية اللي انتوا حافظينها والبصالمودية اللي فيكم يفهم في التسبحة، ده يصون العقيدة. فالطقس هنا يحمينا من اي اضطراب في الكنيسة. عندنا الطقس بيثبت الإيمان للبسطاء. تصور معايا حد يطلع يشكك في الشفاعة. تتشكك في الشفاعة ازاي؟ ده احنا كل يومين عشية القديس الفلاني وبركة القديس الفلاني والأيقونة بتعمل ايه والشمعة بتقول ايه. طب ما هتروح فين بقى؟ مين يقدر وسط الجو ده كله يطلع يقول لنا لا كلام ده كله غلط؟ ما حدش هيعبره، لانه الموضوع مش نظري، مش عقيدي، بمعنى أقصد فكرة. لا دي مش فكرة، دي حياة. ده كله بيدكوا فيها صورة العدر. ينفع يجي يوم حد يقول لك لا العدرة دي زيك زيها وملهاش شفاعة؟ خلاص موضوع مستقر. كمان طقسنا بيحول الإنجيل إلى برنامج حياة وبرنامج صلاة. الإنجيل بتاعنا مش بنقراه بس، الإنجيل بنصليه وبنعيشه. الطقس بيعمل كده، يحول هذا الكتاب المقدس إلى حياة وصلاة. خلاص ده يخلينا في الأمان دايما، لأنه الطقس بيحمينا. ثالث نقطة نفخر بيها إن الكنيسة بأمان. وعلى فكرة لما بقول الكنيسة في أمان، مش معنى كده هي مش بتتخبط، لا بتتخبط جامد، وبيطلعوا ناس عاوزين يهزوا الإيمان، وناس لها أغراض، وناس بتدور على أسمائها، وفي لخبطة. إنما ده ما يهزناش. يعني إيه؟ الصخرة بتاعتنا دي المسيح وفوقيها كنيسة، مش هتتهز. شعبنا عظيم وطقسنا عظيم وتاريخنا عظيم. إحنا كنيستنا القبطية بالذات عد عليها هرطقة ومبتدعين كانوا ذوي قوة وسلطة عظمى. يعني كانوا يجوا الجماعة الأريوسيين معاهم جيوش عشان يلخبطوا الإيمان المصري وما قدروش. كان يبقى نسطور له علاقات مع الأباطرة وما عرفوش يعملوا حاجة. فعاوز أقول التاريخ بتاعنا يشهد أنه أجدادنا طلعونا في الحق أسود، وده كل الأجيال عاشت الكلام ده. الآباء بتوعنا حفظوا الإيمان المستقيم والعالم كله يشهد بكده. العالم كله لما يرجع يراجع عقيدة يقوله طب أثناسيوس قال إيه؟ طب ده مصر. كيرولوس قال إيه؟ برضو مصر. طب لما يروحوا للروحيات والنسكيات يقولوا أنبنطونيوس قال إيه؟ مصر. قديس مكاريوس قال إيه؟ طب ما مصر.
إذن الكنيسة اللي علمت العالم شرح الإيمان وشرح الكتاب والحياة المسيحية المقدسة هيتخاف عليها إزاي؟ كمان التاريخ اللي طلع ملايين من الشهداء بدون مجاملة، ده يؤكد إن كنيستنا دي مصانة محفوظة مش هتتهز، مع خبرات بتتجدد. لسه المجمع مطلع لنا إيه؟ إضافة القداسة للقديس حبيب جرجس، ده معنى كده الكنيسة بتولد. مش كده؟ بابا كيرلس السادس نزل في لستة القديسين. إذا ده معناه إنه التاريخ مش تاريخ وقف مثلا في القرن العاشر، لا، ده التاريخ متجدد، وإحنا كلنا حضرنا شهداء لا يقل عظمة عن شهداء أنصنا اللي كنا بنقرأ عنهم، وشهداء الرومان وشهداء الأجيال الأولى. وبالتالي التاريخ القوي ده يصون الكنيسة. إذا الكنيسة بخير، شعبها قوي، طقسها قوي، تاريخها قوي. نقطة رابعة، كنيسة بخير لأن في نعمة ربنا. إحنا كنيسة تطلب النعمة في صلواتها، محفوظة بنعمة ربنا. تعبير ينطبق عليها في المزمور: الله في وسطها لن تتزعزع، يعين الله وجهها. يعني مهما تخبطت ربنا هو المعين، ربنا في وسطنا، وإحنا نقول عمانوئيل إلهنا في وسطنا. وبالتالي الكنيسة اللي جواها المسيح مين يقدر عليه؟ مين يقدر يلخبط دماغ الكنيسة، ذاكرة الكنيسة، فكر الكنيسة؟ لا، ما يتلخبطش. ممكن واحد دماغه تتلخبط، لكن ككنيسة لا يمكن. بعد كل اللي شافته في 2000 سنة، لا اطمنوا، هيطلع لنا ناس يلخبطوا ويألفوا وهيتبخروا زي اللي قبله، وهتبقى شوية هوا كده هيعدوا ومش هنحس بيهم بعد شوية. كمان نعمة ربنا بتتدخل ليه؟ ربنا لما يلاقي في ضغط فكري أو فلسفي أو حكمة هذا الدهر، فكر شطاني عاوز يلخبط إيمان الكنيسة، ربنا يحط إيده بطريقة عجيبة يكشف أن الناس دول غلط. زي ما قال القديس بولس وهو بيسلم الكنيسة للقديس تيموساوس، لأنه كانت دي الرسالة الأخيرة وكان عارف أنه رايح السماء، اللي قال فيها جاهدت الجهاد الحسم، قال: الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين. لكن إيه؟ هتبص تلاقيهم سلوكهم يكشفهم، زي ما قال المسيح: من ثمارهم تعرفونهم. فلو أنت متلخبط قوي، ده بيقول وده بيقول وده بيقول، بس طول بالك طول بالك، الأيام هتكشف بسهولة قوي مين اللي يتقدم إلى أردأ. يعني هتبان أنه في نعمة من ربنا وتدخل إلهي. وعد جميل يقول: كل آلة صورت ضدك لا تنجح، كل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه، هذا ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب. يعني في آلات، الآلات دي زي الكمبيوتر بقى دلوقتي والإنترنت، ساعات بيشهروا في وجه الكنيسة، يروجوا كده أفكار غريبة وبدع جديدة، وبعدين يشيروها بقى بالآلاف عشان يقنعوا الناس بفكر غريب. ما كل دي ألسنة وآلات ضد الكنيسة، إنما كل ده هيزول لأنه ده ميراث عبيد الرب. نعمة تاني يكلم عنها القديس بطرس، يقول: إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا. أيوة، هنضايق شوي، ممكن نتلخبط شوي، ممكن يجي لنا فترة نتحير شوي أو نتبهدل شوية، نضطهد شوية، معلش ده شوية. بعدما تألمتم يسيرا، الباقي ده عليه، هو يكملكم، هو يثبتكم، هو يقويكم، هو يمكنكم، فما تخافوش. كنيسة عندها وعود تحميها ان ربنا هيثبت ايمانها ويقويها ضد اي تعليم غريب او اي موجة شديدة ضد الكنيسة. زي ما قلنا كنيستنا بخير، شعبها قوي، طقسها قوي، تاريخها قوي، وعود ربنا حمياها. كمان كنيستنا تتميز برهبنة قبطية قوية، ودي الأمور اللي تغيظ الشيطان جدا، لأن الرهبنة دي حياة ملائكية. ونتعجب أن الناس يعني عشان سمعت عن حادثة ولا حادثتين ابتدت تتشكك في الرهبنة كلها. رهبنة إيه اللي هنشك فيها؟
دي مطلعه قديسين قد ايه، والاديوره مليانه قديسين، والناس اللي باعوا الدنيا دول، دول يهزوا السماء والارض بصلواتهم، ما تستقلوش بيهم ابدا. والرهبان دول امناء في عهدهم مع ربنا، مخلصين، مش عاوزين غير السماء وعاوزين خلاص الناس. اذا نذور الرهبنه نفسها اللي طلعت من مصر وعلمت العالم كله يعني ايه رهبنه، هي قمه القداسه، نذر الطاعه، نذر البتوليه، نذر الفقر الاختياري، حاجات غاليه قوي عند ربنا. فالالاف اللي مشوا في السكه الضيقه دي واختاروا الاختيار ده، دول حراس الكنيسه. فما تخافوش، الرهبان ومنهم ابائنا الاساقفه الكبار وابونا البطرك، فكل دول ثمار الرهبنه العظيمه. فازاي حد يخاف على كنيسه مطلعه ده كله؟ ده الرهبنه بتشاور لنا على الحياه الابديه، زي ما قال المسيح في السماء اصلهم لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكه الله في السماء. هم اختاروا الايه دي وعاشوا بها من دلوقتي، كملائكه الله في السماء. مش عاوزين زواج ولا عاوزين فلوس ولا عاوزين شغل، عاوزين التسبيح وعاوزين السماء وخلاص. من الامور اللي تحمي الكنيسه وتطمننا عليها انها كنيسه مجمعيه. تاني بقول الكنيسه بخير، محدش يضطرب وينزعج لمجرد واحد يقول لك اصل قالوا وعادوا. خلي مخك كبير، جنب الشعب القوي والطقس القوي والتاريخ القوي ونعمه ربنا اللي شايلانا، الكنيسه بتاعتنا كنيسه مجمعيه، ما تقفش على شخص مهما كان. كنيسه لا يحكمها انسان، يحكمها روح الله، وروح الله يتكلم في مجمع الكنيسه. المجمع المقدس ده هنا قال الروح القدس ونحن، رأى الروح القدس ونحن. في زمن الآباء الرسل كان يعقوب كبير الرسل لكن ما بياخدش قرار لوحده، وكانوا يختلفوا على فكرة. ما تسمعوا بولس لما قعد مع الآباء الرسل في الأول كان في اختلافات، وكانوا مستكترين حكاية الأمم دي وجديدة عليهم ومستغربينها وفي مناقشات، وبعدين في الآخر في إجماع. الكنيسة بتطلع بقرار مجمعي، ده عمل الروح القدس، ده مش شغل بشر ولا مجاملة لإنسان مهما كان. قديس بولس اللي كان يشوف المسيح بعينيه كان يخضع للمجمع، كانش يمشي بدماغه. يقول كانوا يكتزون في المدن، ده بولس فيهم ده في أعمال 16، كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوه. يبقى واحد زي القديس بولس ما يمشيش لوحده ولا يمشي الكنيسة على مزاجه، بولس العظيم ده، إنما بيعمل إيه؟ بيسلم في كل بلد القضايا اللي حكموا بيها الرسل، وبيخضع لمجمع الكنيسة، لأنها كنيسة واحدة جامعة ومجمعية، وبالتالي ما فيش رأي شخص. آخر نقطة أقولها، سلامة الكنيسة كمان إنها كنيسة مليانة شباب وأطفال. بمعنى إيه؟ صدقوني لما تلفوا أغلب كنايس العالم تلاقوا أغلب الكنايس، مش بظلم حد، كنايس بيدخلوها الناس بعد 60 سنة، إنما إحنا كنايسنا فيها برامج خاصة بالأطفال والشباب، ويعني متنوعة ومختلفة، وده هدف واضح قدامنا كلنا كخدام ورعاة. فالكنيسة اللي فيها الطفل بيدخل يتناول، والطفل يمسك شمعة، والطفل من صغره يقول اللحن أسومنتو كيريو، والطفل اللي يبوس الأيقونة، والشاب اللي يبقى مسؤول في الكنيسة وخادم وحاسس الكنيسة كنيسته ومسؤوليته، الكنيسة دي ما تتهزش. لو كنيسة بتاعت فئة معينة من الكبار أقول لك هتاخد يومين وتمشي، لكن كنيسة ولود شعبها كله شباب وأطفال، لا دي كنيسة مش هتتأثر بالطيارات. احنا كنيسة تؤمن بمعمودية الطفل، الطفل عضو من أول يوم، ما عندناش طفل يدخل بعد سن معين يبقى ينتمي للكنيسة، لا لا، احنا الطفل من أول يوم دخل الكنيسة. كمان عندنا تنمية القيادات، كلكم شايفين ان احنا بنحاول عموما في الكنيسة القبطية نكبر الشباب ونيجوا عليكم انتوا شوية كبار عشان نقول لكم ولادكم يحسوا ان الكنيسة كنيستهم، عشان هم اللي ايه الايام اللي جايه بتاعتهم اكتر، وطبعا يبصوا لنا الكبار كقدوه، والكبير يحب يكبر الصغير، كل ده يحفظ الكنيسه. اذا اختم واقول الكنيسه بخير، الكنيسه في امان، ده ما يمنعش ابدا ان احنا نبقى حكماء كالحيات ونميز
اللي بنسمعه، وتبقى عينينا في راسنا، الحكيم عيناه في رأسه. شوف هتقرأ ايه وهتسمع ايه، خليك ايه واعي، مش اي كلام بيتقال يقول لك ده كلام الاباء. طب انت عارف ده كلام الاباء ولا الامهات؟ ما تستنى، ما تتأكد الاول. ومش كل واحد يشكك في حاجة انت عارفها قديمة يبقى هو صح، ليه ما يطلعش اللي بيشكك ده له غرض. ومع هذا طمنك ان الكنيسة في امان، لانها محمولة على تاريخ عظيم وطقس عظيم وايه وقديسين كتير. لإلهنا كل مجد وكرم.